إذاعة ميراث نبوي من المرج تقدم لمستمعيها خلال هذا الشهر المبارك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. برامج رمضانية. رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به لأنه موسم خير. فالمسلم يفرح بقدوم رمضان، يستبشر به ويستقبله بالفرح والسرور، ويستغله في طاعة الله، ليله قيام ونهاره صيام وتلاوة للقرآن والذكر، فهو مغنم للمسلم. أحكام الصيام والقيام: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ومن الليل فاسجد له وسبح بحه ليلا طويلا. فتاوى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نسأل الله تعالى أن يعيده على الإسلام والمسلمين بالخير والبركة والأمن والأمان والاستقرار في الأوطان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.